كيف كان أول نهار بالجامعة؟ منيح. شو منيح؟ ليش شايفك مش محمسة؟ ولو حبيبي كيف منا محمسة؟ ما حلمة وعم بتحقق لي. طبعاً مش مثل غير ناس أحلامهم تندعس وما حدا بيسأل. برافو عليكي، هيك بدي اياكي. وعائلة جاهدة. نعم مدام. ضب الأكل، ما حدا له نفس. حاضر. تالا أنا بعرف منيح شو عم تحسي. لا ما بتعرف أنت، مش ممكن تعرف أنا شو عم حس لما نشوفك راكد لتحقق لأحلامها، وأنا كل أحلامي فرطت وما حدا سألين. إيه أنا كمان كان عندي أحلام، أنا كمان كان عندي أحلام ما قدرت أحققها بسبب عيلتها. أنا كنت أحلم جيب ثلاث أولاد مش ولد واحد، سميه وحيد ويربى وحيد. أنا خيي ما كنت أحلم أترمل وما عمري 30 سنة، ما كنت أحلم ربي ابني لحالي ويلعب دور الأم ودور البي. أنا ما كنت أحلم بدل ما أحكي لابني قصة سوبرمان قبل ما ينام أضطر أفسر له ليش رفقاته بالمدرسة عندهم بي وهو لا. تعالى حبيبتي، فلك كل ذنبك أنا من هديك العايدة، وانت كل ذنبك انك من هالعايدة، واتنيناتكم عم تدفعوا الثمن. اوعك تشبه الثمن اللي هي دفعته بالثمن اللي انا دفعته. احلامة السخيفة بالجامعة ما هي شيء قدام احلامي انا اللي كنت عم ببنيهم مع جوزي. اوعك تشبه الثمن اللي هي دفعته بالثمن اللي انا دفعته. ما حدا مثلي دفع الثمن، انت سامع؟ شو بدك يعني يا اختي؟ تدفنها هي وعايشة؟ لا، بس مش ضروري تدفني انا بالحياة لهي تعيش. طولي بالك، طولي بالك. جبت لك فواكه لتاكلي. مش جوعانة. ما ضروري تكوني جوعانة لحتى تاكلي، في ولد ببطنك بده يتغذى. بتعرفي؟ أوقات بنسى إنه حبلي. بعرف، لأنه لو بتتذكري إنه في حياة جواتك ما بتكوني ولا لحظة مش مبسوطة. من وقت ما عرفت إنه حبلي ماني عارفة أصلاً إذا لازم أكون مبسوطة أو زعلانة. أكيد لازم تنبسطي، هيدا اللي أنت فيه هيدي نعمة، وهيدي النعمة مش لمين ما كان الله بيعطيها. دخليك؟ أنا ولا مرة سألتك أنت مجوزة؟ أنا مطلقة. عندك أولاد؟ أنا مطلقة لأنه ما عندي أولاد. جاهدة صبي لي الشاي.
بعتذر ما كنت عارفه انك هون. جاهده؟ نعم. طلعي لي الاكل على الاوضه بليز. يلا حاضر. فلك تعي عادي، ماني كل يوم خلقتي شو وقفت على هلا يعني. شو بدك تضلك عم تطلعي فيه هيك؟ مجعاني؟ بتعرفي شو؟ كنت مفتكرة اني بقدر اكون معك لحالي، بس طلعت غلطانة. مريم طلعي لي أكلي على الأوضة. حاضر. بتعرفي شو أكتر شيء قهرني؟ أنه بفهم كرهها إلي. شرفتي ست الحسن والدليل، 10 ساعات لينزلوا لنتعشى؟ بعدين شو هالمنظر؟ هيك بينزلوا بيتعشوا؟ شو ليش عنا ناس مثلاً لقلبوا ستيابي؟ وين لحالنا؟ ايه ويني بدر الدجا؟ منا نازله تتعشى معنا؟ مش قد المقام؟ على اساس انت كثير زعلانه انها ما نزلت، ما هيك؟ اكيد لا، بس هيك حشريه حابه اعرف ليه. تعبانه. ليش اسم الله؟ من شو بدها تكون تعبانه؟ ما كل النهار قاعده ولافه اجر على اجر. نسيتي لما كنت حبلي انت كيف كنتي؟ لا ما نسيت، بس نسيت انه هي حبلي. هيدا الشيء الوحيد المفروض ما ننسى. ماهر الصغير رح يرجع يجي على هيدا البيت ويقعد محل بيه الله يرحمه. اوعي تفكري انه في حدا بحل محل حدا. الوجع اللي بيتركه اللي بيموت ما ممكن حدا يمحيه، حتى ابنه. تعشى. طيب تعشى.